لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بإذاعة حياة أف أم في جامع عقبة بن نافع من القيروان لتسجل سير الدروس التي تلقى قبيل صلاة العشاء في هذا الجامع المبارك حول مناسك الحج، وذلك لتوعية حجيجنا ولإيقافهم على كيفية أداء المناسك وإتقانها على النحو الذي يتطلبه الشرع الحكيم. نحن في دروسنا نتوجه إلى جميع الحاضرين بلغة مبسطة، بلغة ميسرة كذلك، ونؤكد على الأركان والواجبات والسنن وحتى كذلك المندوبات والمستحبات. ماذا يفعل الحاج وقت الإحرام؟ ينوي أداء فريضة الحج بالإفراد ويجمع معها التلبية، فيقول اللهم إني نويت أداء حج بيتك الحرام، فيسره لي وتقبله مني، ثم أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يعني دخل في نسك أول، يعني نسك أول منسك من مناسك الحج وهو الإحرام. الحمد لله الذي دعانا لأداء هذه الفريضة، الحمد لله الذي جعلنا نستجيب لنداء سيدنا إبراهيم في قوله تعالى وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والله أنا شعور لا يوصف، باعتباري أني يعني مسجل في الحج منذ 12 سنة، سنة في سهر ربي، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أنه اصطفانا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يعني أنا منذ سنين نتابع في دروس الشيخ عبد الرحمن خليف الله يرحمه، ومن بعده سيدنا الشيخ الطيب الغزي بارك الله فيه، يعني كل سنة وأنا مستحفظ على مسجل دروسه، وأعطانا يعني مطويات تاع الحج، وكذلك عنا نستعين بكتاب الشيخ عبد الرحمن خليف في مناسك الحج، وسناها وبدينا تو هذه الحصة تقريبا الثالثة ولا الرابعة، والحمد لله معناتها يفهم فينا معناتها كيفاش في مناسك الحج. التمتع إيش معناه التمتع؟ يعني سيؤدي العمرة في أشهر الحج ويلحق بها من بعد الحج في أشهر الحج، ويقوم بسفرة واحدة دون أن يعود إلى بلاده، يقوم سفرة واحدة يؤدي فيها الحج اليوم رقم والعمرة اللي هي سنة، مش يؤديه في عام واحد بسفرة واحدة. لذلك قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى الحج بعد ما استيسر من الهدي. هذا من عند ربي اليوم أثناء إن شاء الله عيتنا للحج، إن شاء الله ربي يتقبل منا. بالنسبة للدروس الطيب الحمد لله رب العالمين، ربي كرمنا به، عنده أداء وبداغوجية سهلة الناس كل تفهمها، الحمد لله نعنا حاضرين، وذلك كله من عند الله، وربي يتم بخير وإن شاء الله ربي حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. الصفاء هذا الصفاء ربي ثبتنا عليه، وكهو هذا هي من عند ربي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.